أنصح أنها الدولة المستضيفة للدورة. في ختام هذه الحلقة تقبل تحيات عماد مدحتر، محسن مروح، محمد عماد، أسامة صادق، محمد يحيى، محمد عثمان، وكنت معكم ريهام الدين. خلي فوق. العربية. أنا أستمع للبي بي سي في بغداد والكوف والعمارة على موجة شف أم 89 ميجا هرتز. وهي البصرة على موجة أف أم 90. على موجة أف أم قصيرة قصيرة هي المسافة. بي بي سي العربية. نشرة أخبار من البي بي سي في لندن. في هذه النشرة: وسائل إعلام تركية رسمية تقول أن عدد قتلى الجيش في عملية عفرين بلغ